حلوة أوي البت اللي لابسة بينك في النصرة دي. آه حلوة. ومعانا خبر بيقول إن في عضو مجلس الشعب بيقول إن بعض موظفي الدولة بيقبضوا 300,000 جنيه في الشهر بس. 300,000 جنيه بس. بس؟ بس. بس. عادي ليه يعني؟ أنت مستغرب ولا أنت بتقول إيه؟ كتير قوي بصراحة. لا لا مش كتير ولا حاجة، طب ما أنت أهو مذيع قد الدنيا ولابس ومتشيك والدنيا حلوة وأكيد بتقبض ما يعادل 300 جنيه في الشهر. بس. بس. 300 جنيه بس. 300 جنيه بس.